حمودي من وادي الموت، شو يبيعون؟ عندهم تين وعندهم زعرور منور كاكا، وعندهم رمان وعنب، يلا وبيبسي وماي بس وتايجر ورده او القوه المفرطه. حبيبي كاكا الله يرزقك، انت ذا مفتح باخطر مكان بالعالم. ابعد ما حد يعرف. لا يا ابا مكان قبل يوقع من الصخره يروح للنجف ينتقل للرفيق الاعلى، احلى كرزات ومكسرات من وادي الموت. باع العسل الجبلي، يفتح لنا شو شيء طلع السمع، باوع بعده بالخليه بقريزه ويا الملكه مختوم. حمودي عسل جبلي هذا، ليش هذا الكيلو 35؟ الله يديمك يا رخص، افتح لنا واحده خلينا نشوفها فوقه شو شيء. لا لا من هالشاشه، شاشه ايه اجيب اجيب خلينا فوق راح نذوق العسل حميد الجبلي. ذوق بس اخر كاسه، يلا حميد خلينا نذوق العسل. حامر عوف يا كاسه، يلا يلا اقمش يلا ابني تذوق. طلعها هاي الخليه، هي طلعها ما تطلع تنكسر الخشب. يلا هسه بس ذوقها، يلا عفيه. ها طيبه تخبل عسل جبلي، هزاك مش هسه اعطيني سراي يا ذاك اعطيني خلنا ذوق. ما لك ارفع شلب بالعسل، لك الحجر يذوق انت شوف العسل ذوق حجر ذوق. هذا بطل هذا، اي اكمش خاشق بيدك العسل. يا اكمش حمود اكمش اكمش صورني وانا ادري تطي تطي منه. لا 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 تين 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 ناخذ تين ما تقدر. يلا يلا ما تقدر.